سمع الرعاة الملائكة يسبحون لمجيء المسيح بالجسد، فأسرعوا إليه إسراعهم إلى راع فرأوه حملا لا عيب فيه يرتعي في حضن مريم، فمدحوها قائلين: افرحي يا أم الحمل والراعي، افرحي يا حظيرة الأغنام الناطقة، افرحي يا حماية من الأعداء غير المنظورين، افرحي يا مفتاح أبواب الفردوس، افرحي لأن ما في السماء يبتهج مع الأرض، افرحي لأن ما على الأرض يتهلل مع السماوات، افرحي يا فمن للرسل لا يصمت، افرحي يا جرأة للظافرين لا تغلب، افرحي يا سندا للإيمان وطيضا، افرحي يا علامة للنعمة باهرة، افرحي يا من بها عرية الجحيم، افرحي يا من بها سربلنا المجد، افرحي يا عروسا لا عريس لها.